في ناس بتكره يوم السبت وفي ناس تانية بتحبه بسبب انها بتحب شغلها جدا وبتستمتع بيه. النهاردة هنوريكم عمال بتعمل شغلها بطريقة محترفة وسريعة وبدون اي خطأ. بس قبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتش على القناة اشترك وفعل الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا دايما. في البداية هتفتكر ان العامل بيلعب دومينو، بس في الاخر هتتفاجئ. الناس دي المفروض تقبض بالساعة، بيرسم علامات الطريق كأنه رسام على ورقة ومن غير أي غلطة في الحروف. المفروض إن الست دي بتغطي اللحمة بالعجينة، بس من كتر سرعتها وهي بتقلب مش هتلاحظ حاجة. الحفار هنا شغال زي الجراح في النجيلة، يا ترى اشتغل كام سنة عشان يعرف يعمل كده؟ مش محتاج خط يمشي عليه الدهان، الصراحة منظر مريح جدا للعين. انت تشتغلي في سيرك مش في بار، انا لو قدامها قلبها هيقع وهخاف على الازاز يقع منها. كراسي الاستادات الرياضية بيبقى بالالاف، بدل ما ينضف كرسي كرسي قال يرجع الكراسي لوضعها من جديد ومن غير ما يسيح البلاستيك. لما تبص كده تفتكر ان الازايز فاضية، بس هي مليانة. الصراحة راجل متمكن جدا. اللي انت شايفه ده مش سحر ولا فيلم من افلام مارفل، دول عمال بيصبوا حديد منصهر درجة حرارته 1700 درجة عشان يتشكل على شكل السور. الراجل بيرمي علب الحاجة الساعة ولا كأنه بيرمي كور بلاستيك، ايه الثقة دي يا عم؟ لو حاجة وقعت بتاعتي. كل واحد عارف بيضرب ضربته امتى، هو ده العمل الجماعي. بتخيل دلوقتي لو واحد غلط ونزل على دماغ واحد بالغلط. الست دي محتاجينا في الصيف تقطع لنا البطيخ في البيت، ايه الحرفانة دي؟ الراجل ده تحس انه معاه ماجستير في تنظيف الازاز. الجبل ده عبارة عن اسمنت ناشف، بص الراجل بيتحكم فيه ازاي من غير اي خوف. استاذ ورئيس قسم في قص الجناين، مطلع الزرع مسطرة. الست دي بتعد الفلوس اسرع من المكنة نفسها بخمس صوابع. البت دي لو شغالة عندي من الشك هعد وراها. اختراعات الصين وصلت، مكنة لتنظيف الارض بضغط المية، تحس انها بتدهن الارض من جديد. ولحد دلوقتي في روسيا بيستخدموا المقشات البلح. اسرع واحد يغلف علب توصيل. عمال بينقلوا حديد درجة حرارته تعدي 1000 درجة بطريقة ذكية جدا ومحترفة.
تحس ان الطوب عارف هو رايح فين. ده انت ساحر يا ابني. فنانة عربيات. الراجل ده عمل بطولي في الطريق. بعد دقايق الطريق اتغير تماما بسبب ذكاء واحد من عمال. انا معرفش القلب ده جايباه منين. بنت بتبعد النحل بايديها عادي من غير اي حماية. انا لو شفت المنظر ده مش هاجي المكان ده تاني. لو بتسأل نفسك ازاي الاهرامات بحجارتها الكبيرة اتبنت، تعال بص على الراجل ده وهو بيقسم الحجر الكبير ده لنصين بكل بساطة. اول مرة استمتع وانا بتفرج على ناس بتبني الطوب. دول لو جم عندنا مش هنحتاج نمحر الطوب دوت من شكله الجميل. اللي انت شايفه ده حجارة بيضة بتدهن باللون الاحمر، بس تحس ان الفيديو ماشي بالعكس. يا رب نص الثقة دي وانا بشيل الازاز مش بقطعه زي الراجل ده. اول مرة اشوف الفوم بيترش بالكمية دي. ده ترزي حديد ده ولا ايه؟ طريقة بيصلحوا بيها الشاروخ اللي في الاسفلت. كل ده ما عنديش مشكلة فيه، لكن فجأة قلب على مدرب كونج فو. من السرعة هيعمل لك الأكل من قبل ما تطلب. للأسف الفيديو خلص. لو وصلت لحد هنا اعرف ان الفيديو عجبك، ياريت تدعمني بلايك واشتراك وتفعل الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا دايما.